احمد موسى كمان اخد نصيبه من الكذب والتجمل وبينقل المشاهد لجامعه سوهاج في الانتخابات. اتفرج النهارده بصراحه يعني ده كان عرس، كان فرح الشباب نفسه تجمع عشان يقول نعم. تحيا مصر، عشان يقول احنا مع مصر، عشان يقول محدش هيقدر على مصر نعم. عشان يوصل رساله لداخل البلد وخارج البلد الاعداء المتربصين بمصر ومتربصين بها الخطر اللي بيداهم مصر من كل الاتجاهات ومن كل الحدود، بيقول احنا اقوياء، احنا ان شاء الله صامدين، احنا هنكمل المسيره، احنا ابناء مصر الجديده، الجمهوريه الجديده، احنا محدش هيقدر ياكل رغيفنا زي ما قال الرئيس، لان احنا اصلا المصري، بقول انا اللي طلب فيه المصري ما يعرفش يعيش في اي حته غير بلده، يعني ما يقدرش يتكيف على وضع في اي بلد تاني، فمصر لازم نحافظ عليها، ومصر هي طبعا الدرع الواقي للشرق الاوسط كله. السلام فين هو فين عند المشهد ده؟ دي مبنى جامعه سوهاج، المبنى ده هو شبه ما تعرفش في واحد يعني غبي في ايام مبارك قرر كده يعمل جامعه، مبنى او مباني جامعه المنيا شبه سوهاج شبه اسيوط، نفس حتى العماره، وكانه مفيش فرق بيئي ما بين او حتى تاريخي ما بين المنيا وسوهاج واسيوط. في واحد متخلف عقليا كده باع الرسومات دي، بقت هي دي الاكلاشيه بتاع جامعه سوهاج، جامعه المنيا، جامعه مش عارف ايه، جامعه اسيوط. ثلاث اقواس كده، ده المدخل. اتفضل يا حضرات، شوف الحشد، شوف الحشد، بس انت شايفه من فوق لانه من تحت ممكن تبقى فضايح وهتايك وجرس. فاحنا ايه يعني نحشد من فوق كده الطلبه كلهم متجمعين، وفجاه يعني اوب حصلت حاجه، مع اننا كلنا اهو جامعه المنيا. شوف انا الجامعه دي يا حضرات اكل الدهر عليا وشرب فيها. بص نفس المبنى، حتى المباني اللي جوه. وكنت اقعد اسال نفسي سؤال، هو انتوا يعني هو هي الحكايه كده عندكم؟ يعني هو الفقر واصل لمرحله ان الجامعات تبقى شبه بعض كده؟ طيب مع اننا كلنا شفنا الفيديوهات الوجبات ورشاوي الدرجات على طلبه الجامعه، فخلينا نشوف الفيديو ده كمان نفكر الناس ازاي طلبه الجامعه كانت بتنزل. لو النبي يا عبده، انت متخيل حضرتك اولا الطلبه دول بنات، بناتهم واولاد وبتاع، شباب صغيرين. بص العدد على فكره، اوقف هنا، المبنى اللي ورا ده، المبنى ده عريق، القبه اللي في المبنى ده هي اللي خطب تحتها عبد الناصر، القبه اللي ورا دي هي اللي غنت تحتها ام كلثوم، المبنى ده والقبه دي طلعوا بقى اجيال من العظماء، ستات ورجاله. المبنى ده هو ده المبنى القديم بتاع جامعه القاهره. تخيل يعدي بينا الزمن ويمر بينا الزمن عشان نطلع طلبه زي دول، يا عيني. انا مش بشتمهم خالص، بس نقول لهم انزلوا اعملوا مشهد كده تمثيليه وهتاخدوا وجبه. تخيل الفرق. دي المبنى ده اللي كان بيصلصق بي 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 بيخطب تحته عبد الناصر وطه حسين ام كلثوم، المبنى ده اللي كان بيطلع للمجتمع مثقفين وكتاب، ناس ضد والحريه والحاجات وضد الاحتلال. المبنى ده النهارده بنطلع من تحته طلبه، بنعلمهم ازاي يمثلوا، ازاي يكذبوا، ازاي يخدعوا، والتمن الوجبه. بس وقف هنا، الوجبه دي تخيل الرخص، التمن الوجبه دي سندوتشات جبنه رومي مع علبه عصير، كوبايه عصير قد كده. يا حضرات الواحد بصراحه زعلان، عرفتوا مش الست، ما تلوموش على الست اللي عندها 80 سنه اللي مش لاقي الدواء. شوف الشاب، هات الشاب ده الله يخليك، بتلومه على ست؟ لا، الشاب بقى نفسه. بتلومه على ست عندها 80 سنه عايزه الدواء؟ هات الشاب اللي كان في الفيديو. ايوه الشاب بقى اللي كان معاهم اللي واخد بتاعه فرحان ده، ماشي. ده يعني المجتمعات بتبقى فيها سكان، السكان بيبقى فيهم تصنيف، بيبقى فيه اطفال وشباب وعواجيز. عبد الفتاح دمر كله،
بص يا معلم، الاخضر واليابس، العريان واللابس، كله يعني لما يبقى اليومين النهارده في نفس اليوم، امبارح في نفس اليوم، واحده عندها 80 سنه طالعه تقول انا عايز العلاج، واحده تانية عندها حاجه و60 سنه تطلع تقول لك بس يرجع لي التموين، وشاب عنده 19 سنه فرحان بعلبه عصير قد كده وسندوتشين جبنه رومي. تخيل عبد الفتاح قضى على كله. عبد الفتاح حرق البلد. يا بيه تكلمني في ايه؟ هتكلمني في ايه؟ واحد جايب البلد تجريف، جايين تلومه على واحده ست انها عايزه العلاج؟ طب ده شاب اهو لو دخل في حته يخش يطلع الناحيه الثانيه. عبد الفتاح ما سابش فئه من السكان في مصر الا لما الحقيقه اغتصبها. ما ينفعش تقال غير كده. انت لما تشوف عيل صغير سن 18 سنه، شاب زي الفل، او وحتى البنات اللي معاه فرحانين بالوجبه، حتى بص البنات، بص فرحانين بالوجبه، هات البنات بقى فرحانه بالوجبه، وجبه عاديه يعني بص الدكتور قال انه هيروح ينتخب هياخد 5 درجات. شوف اتفرج، والبنت عروسه زي القمر هي دي، لو حد كلمها في الشارع تقول له انت اتعدم، انت بتكلم مين؟ عفتاح ما سابش اي سكان مصر. اديكم شفتوا شاب وشفتوا ست عندها 80 سنه. ومن هنا في البرنامج ده فضحنا اجبار طلبه المدارس والجامعات في المشاركه في المسرحيه الهزليه دي امبارح، وقلنا الكلام ده. الادارات التعليميه طلبت من مدارس ثانوي كل مدرسه 3 اتوبيسات وحضور الطلبه والطالبات بزي مخالف، لاننا في عرس انتخابي ويجب ان نفرح ونشارك بلدنا بالفرح. الرساله جاتني كده. شوف بقى التقيله، الادارات طلبت من مدارس ثانوي كل مدرسه 3 اتوبيسات والطلبه يحضروا بزي مخالف عشان يبانوا مواطنين. ما احنا نسبق الشغل، ما هيجوا باليونيفورم بتاع المدرسه فيتكشفوا، فيوصلوا ايه، نجيب بقى الطلبه والطالبات كده بازياء بتاع عادي جدا، ترنجات وبتاع. 3 اتوبيسات من كل مدرسه ثانوي وحضور الطلبه والطالبات بزي مخالف، لاننا في عرس انتخابي ويجب ان نفرح ونشارك بلدنا. رسالة تانية وصلتني، الأستاذ محمد أنا متابع حضرتك يا رب ما تجيبه اسمها، وأنا طالبة جامعية. النهاردة حصل حاجة غريبة قوي من أساتذة الجامعة ورئيس الجامعة بطريقة غير مباشرة، بيجبرونا نروح ننتخب، واللي بيقول لأ يسحبوا كارنيهاته، ولو احتججنا وقلنا معانا محاضرات وهنتأخر وإحنا مغتربين جابوا لنا أتوبيسات عشان نروح، ولو ما روحتش بتنزل في امتحان الشفوي والفاينل مش هتحضره. بس انا ما روحتش عشان الساكت على الحق شيطان اخرس. بيقول لي دي وكيل وزاره التربيه والتعليم، عندنا الصفحات فضحوه، اقسم بالله منزلنا النهارده عشان الموضوع ده، كل ده عشان يفضل في مكانه في الحركه الجديده بعد الانتخابات. عارف حضرتك اقل احساس حساه اننا بقينا حاسين ان احنا عايزين نرجع كل الوساخه اللي احنا شربناها الفتره اللي فاتت. الحقيقه تصرفات رخيصه لحشد الناس اللي فضحوا النظام في زلات اللسان، زي الست التانية اللي جابوها تنافق السيسي لكنها في الحقيقة في لحظة فجأة كده قالت الحقيقة. شوفوا الست دي بتقول ايه. ابونا بشي يا مين؟ بقول يا روحي يا روحي يلا هتطلع روحي يا حبيبي. عايزة ايه كده يا روحي يلا هتطلع قولي لي قولي لنا. طب اقعدي بقى اقعدي عشان مش نتعبك، مش عايزين نتعبك على مهلك. قولي لي انا من بلاش من محافظة الشرقية. انت نازلة النهاردة علشان تنتخبي؟ اه عشان حبيبي. طب غني، كنت بتغني بتقولي ايه دلوقتي؟ بقول ياخد السيسي انا ياما رغد. حقيقة ان المصريين فعلا السيسي طلع روحهم، وهم حاسين بخيبة امل من نظام افقرهم وجوعهم وخلى حلمهم 200 جنيه 200 جنيه ما تعملش اي حاجة، يا دوب تسد رمق بيه يوم نص يوم.